بسم الله الرحمن الرحيم، اخواتي واحبائي واصدقائي واسرتي التانية، مشاهدي ومتابعي قناتكم، قناة اخوكم ايهاب الطوخي. اهلا بكم في الفيديو دي. البريد المصري، لا شك ان البريد المصري من المؤسسات القوية والعريقة داخل مصر، ولا شك ان هو بيلعب دور هام جدا في حياتنا او في حياة المواطنين المصريين او في حياة عدد كبير جدا من افراد الشعب المصري، وكذلك له دور كبير جدا في انعاش وتنمية الاقتصاد الوطني. بيلعب دور هام جدا في تنمية الاقتصاد الوطني، وبيتم تطوير المنظومة أو منظومة البريد على مدار السنوات الماضية، وحتى الآن بيتم إحداث قدر كبير جدا من التطوير فيها، تطوير المنشآت، تطوير آليات العمل، تطوير سيستم العمل، في حاجات كتير جدا، وإدخال التكنولوجيا بشكل كبير جدا في العمل الخاص بالبريد. أنا مش متخصص طبعا في الكلام ده، لكن احنا شايفين مجهودات هائلة ومجهودات عظيمة من الدولة، طبعا مشكورة على هذه المجهودات من تطوير هذا القطاع، تطوير كامل وتطوير شامل، مباني جديدة، منشآت جديدة، إدخال الحداثة والتكنولوجيا بشكل كبير جدا 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 داخل هذه المنظومة وداخل هذا الكيان الكبير، حتى يستطيع ان هو يؤدي عمله ألهام جدا ألهام جدا داخل وطننا الغالي مصر بكفاءة أعلى وبكفاءة أكبر. لكن رغم كل هذا التطوير ورغم كل ما يتم او يتم بذله من مجهودات كبيرة جدا من الدولة المصرية، لكن اي منظومة لابد وان تشوبها شائبة، والشائبة لا تكون بسبب التطوير. التطوير والتحديث ده امر محمود، ويجب ان احنا كلنا نكن له كل التقدير والاحترام، ونكون على قدر المسؤولية، القدر المسؤولية ان الدولة عاوزة تعمل حاجة كويسة، عايزة تطور قطاع هام جدا داخل الدولة بيخدم عدد كبير جدا من الناس، فيجب ان احنا هذا الامر يواجه منا بالاحترام والتقدير، ويواجه منا ان احنا نكون على قدر المسؤولية. لكن للأسف داخل هذه المنظومة الكبيرة اللي زي ما قلت يتم تحديثها ويتم تطويرها بشكل كبير جدا، الدولة بتبذل مجهودات كبيرة جدا من أجل تحديث هذه المنظومة، للأسف في بعض الخلل بيحدث. الخلل ده بيكون عن طريق بعض العاملين داخل تلك الهيئة أو هذه المنظومة. أنا بقولش طبعا كل الناس، عمري ما عممت، أنا ضد سياسة التعميم دي بشكل مطلق، لكن للأسف في بعض العاملين داخل البريد بيسيئوا لهذه المنظومة بتصرفاتهم الفردية الغير مسؤولة. للأسف طبعا هذه التصرفات بتنعكس سلبا على المنظومة كلها وعلى المؤسسة أو على الهيئة كلها، لأن لما حد بيجي ينتقد بيقول البريد المصري فيه كذا، ما بيقولش، ما بيتكلمش على التطوير اللي بيحصل، بيتكلمش على المجهودات الكبيرة اللي بيتم بذلها عشان خاطر يتم تحديث هذا المكان ونجعله لائق بما بكل الإنجازات اللي بتحصل داخل البلد الآن، ونجعله لائق ايضا بالمواطن المصري الذي يستحق الافضل دائما. لكن للاسف في بعض الناس اللي هم عايشين لسه في القرن 19 لا زالوا بيتعاملوا مع الناس بطريقه سيئه، بيقوموا ببعض الاعمال الغير مسؤوله والاعمال السلبيه اللي للاسف بتؤدي في النهايه الى وصم المنظومه بالكامل باشياء ممكن ما تكونش فيها وهي فعلا بريئه منها وليس بها. ولكن للاسف لما حد بينتقد البريد بالكامل ولا ينتقد الاشخاص اللي بيقوموا بهذه الاعمال السلبيه اللي بتاثر سلبا على المنظومه الكبيره او على الهيئه الكبيره العريقه. الفيديو اللي عرضه لحضراتكم برضو عشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده، ده فيديو بيرصد مشاجره حصلت امام احد مكاتب البريد مدينه برها ما بين احد العاملين في المكتب والمواطنين. هو للأسف أغلق الباب ورفض أن الناس تدخل، وطبعا كان بيعلل ده بأن السيستم مش شغال، وشوية السيستم يرجع، شوية السيستم مش شغال، بيدخل مع بطايق الناس. الناس طبعا قاعدة برة، عدد لا بأس بيه، معاه بطايقهم عشان يدخلهم مفروض بالدور، ما الناس ما تعرفش مين بيدخل ومين بيدخلش والدور ده ماشي ازاي. ناهيك عن المعاملة السيئة والألفاظ البذيئة اللي نعت بيها أحد الأشخاص اللي كان واقف ومتضرر من الوقفة دي، فطبعا شتمه شتيمة سيئة جدا هنشوفها في الفيديو، أنا آسف طبعا، لكن يعني أنا بعتبر إن الفيديو ده رسالة، لأن في شكاوى كتير جدا من
المواطنين جت بسبب سوء المعامله من بعض الناس داخل مكاتب البريد. بقولش كل طبعا، اكيد في ناس محترمين جدا، اكيد المنظومه نفسها منظومه جميله ومحترمه بيتم تطويرها زي ما قلت معرفه الدوله بشكل محترم ورقي جدا، في ناس اكيد محترمين جدا جدا، لكن انا بتكلم على قله قليله ممكن انها تسيء للمنظومه دي كلها. ماشي، اسيبكم على الفيديو، واتمنى ان مثل هذه الامور يتم تلافيها ويتم معالجتها، لان هي ممكن تبقى حاجات بسيطه جدا لكنها ممكن تتسبب في يعني حاله من اللغط وحاله من الاستياء عند الناس، والناس دايما يعني للاسف برضو في ناس بتسيب ما يتم من انجازات وبيمسك ممكن في حاجات او سلبيات صغيره ممكن تكون مش باينه لكنها بتاثر سلبا بشكل كبير جدا. نتمنى ان شاء الله كل السلامه وكل التوفيق لوطننا الغالي مصر، وبنشكر الدولة على ما تقوم به من مجهودات، ونتمنى ان احنا كلنا نكون على قدر المسؤولية، وان احنا يعني ندي لهذه المجهودات حقها من الاحترام عشان خاطر لا يحدث اللي انتوا هتشوفوه، لا يحدث اشياء زي اللي انتوا هتشوفوها في الفيديو، ويكون كل انسان على قدر المسؤولية. اتمنى ان ما اكونش اطلت على حضراتكم، واسيبكم على الفيديو، وان شاء الله نلتقي في فيديوهات تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ده مش هو اللي بقى. ما يشتمش عليه، هو اللي بقى بالغلط.